سيدة أم محمود اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ فضل ونعمة الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيبة. انت بالصحة والسلامة يا رب، ربنا يخليك. اتفضلي يا فندم. هو أنا ليا سؤال عندك. اتفضلي. معايا جوزي بيتعصب بسرعة وبيتنرفز بسرعة، ومرة عملنا مشكلة أنا وهو وحرام عليه من الطلاق. طيب هو فين؟ هو مش قاعد معانا يعني مسافر. طيب ممكن حضرتك تديله بقى اما 107 يتصل على دار الافتاء او يتصل على تليفوني وانا ارد عليه ان شاء الله واقول له ايه اللي حصل في الحلفان ده. بس نصيحتي ليكي يا حاجه ان انت بس حضرتك ما تضغطيش وما تلحيش وما تعصبوش وبلاش تمسكي السلك العريان، بلاش تتكلمي في الكلام اللي عاد يتعبه. ماشي؟